فيش أسامة. نحن ما زلنا نتلقى بعض الكلمات، كلمات هذه كلمات مهمة جدا لأنه تشكل ضمانة للإنسان، لأننا نحن ماشيين لمرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة التنفيذ، ونحن عايزين أصدقاء السودان تكون لجوار السودان في مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة بتنفيذ اتفاق السلام. الآن الفرصة للسفير الإثيوبي الوكيل وكيل وزارة الخارجية الإثيوبية في دقيقتين. I'm giving chance just only for 2 minutes. Secretary of Minister of Foreign Affairs of the Ethiopia. وكيل وزارة الخارجية الإثيوبي يتحدث في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة توقيع اتفاقية السلام السودانية بالأحرف الأولى من دولة من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا. نشكر الرئيس الفقير الذي أتاح هذه الفرصة للأطراف السودانية. فخامتك سيادتي السادة، اليوم مجتمعين هنا في جوبا لنشهد لحظة تاريخية لتوقيع على اتفاق سلام دائم في السودان، ليس فقط في السودان ولكن للإقليم أجمع. هذه الاحتفالية هذه لحظة مهمة جدا لحل الخلافات بين الأطراف لتوصل السلام والمصالحة. الحركة الثورية، الجبهة الثورية السودانية والحكومة السودانية لالتزامهم عبر الحوار للوصول بالحوار. فخامتك القضايا الأمنية هي من أولويات، وسجى كل الأطراف في النزاع. نناشد المجموعات التي لم تنضم إلى هذه الاتفاقية أن تنضم في أقرب وقت ممكن لركب السلام، والاتفاقية السلام يمكن أن يجمع الجميع. فقامتك الأطراف السودانية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأصدقاء السودان والمجتمع الدولي، أن يكون شهودا على الحل لمرحلة انتقالية. لأختم باسم الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، دعوني أرسل تهاني إلى فخامته السلفا كير مايردي، وأشيد بهذا الإنجاز وهذا الشعار الشعار الإفريقي، الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية. هو نسعى إلى وقف وكيلة وزارة الخارجية الإثيوبية مؤكدة دعم إثيوبيا لسلام السودان.